برنامج النوويا السلمية، إذا لا فرق لهم إن كان هذا البرنامج يقتصر على منشأة واحدة أو عدة منشآت، على حال أنهم يسعون وراء أهداف أخرى خاصة بهم. طيب دكتور حاجة بابا، يسمح لي أيضا أعود من جديد إلى دمشق لحديث الدكتور نبيل. دكتور نبيل، يعني هل نحن إذا ازدواجية المعايير من خلال الوكالة الدولية، أما كانت قد أعلنت بأن إيران ليست بصدد صناعة سلاح نووي وأنه لم تصلنا أي تقارير بهذا الصدد، هذا أولا. إذا لماذا تعود بعد ذلك رغم أنك أشرت سلفا بأنها لم تثبت حتى هذه اللحظة أن هذا المفاعل الثاني يمكن أن يكون خطر أو يسبب مخاطر أو حتى ينسف حتى الحوار؟ أولا أريد أن أذكر نقطة هامة. برأيي أن أي ضربة لإيران سيؤخر البرنامج النووي الإيراني ولن يقضي عليه، وإذا قام الغرب بضرب بعض المنشآت النووية هذا أيضا الإيرانية، هذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي، قال يؤخر لثلاث سنوات فقط. برأيي أنه سيطلق يد إيران في عمل أي شيء. يعني إيران مدت قالت إن هذا المشروع سلمي، وعندما تقوم بضرب المنشآت النووية السلمية فسيطلق يد إيران. هناك نقطة أخرى، إن أي ضرب للمنشآت الإيرانية سيطلق حالة فوضى في المنطقة وسينهي عملية السلام التي يطرحها أوباما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ستنتهي لكن هم يتحدثون العكس، يعني يا دكتور نبيل يقولون الآن إيران عثر في طريق السلام، ودعنا أن ننهي وضع إيران، قوة إيران حتى يعني يتضح موقف الطريق باتجاه السلام. يعني عندما تحدث فوضى في المنطقة لن يكون هناك سلام في المنطقة، هذا برأيي. يعني إسرائيل تسعى لحالة فوضى لأن إسرائيل لا تريد السلام، والولايات المتحدة وأوباما يطرح عملية سلام جديدة ليضيفها إلى مآثره، حتى الآن لم ينجز أي شيء داخليا. وبالتالي عودة إلى سؤالك، هناك شكوك متبادلة بين الغرب وإيران. برأيي أن المفاوضات قد تطلق عملية جديدة لإزالة الشكوك بين إيران والغرب، إذا أظهر الغرب نية حسنة تجاه إيران، وإذا أظهرت إيران أن لديها مفاعلات نووية سلمية وأنها لا تريد بناء سلاح نووي. برأيي أن هذه زوبعة في فنجان الآن وستخمد مع الوقت، لا ندري عندما تنتهي هذه الزوبعة. نعم. ولكن برأيي أن المفاوضات ستستمر لعدة أشهر إذا لم نقل لعدة سنوات. لكن دكتور نبيل اسمح لي ايضا يعني اسال الاستاذ حميد. الاستاذ حميد قل شريفي، يعني كما اشار ضيفي الدكتور حاجي باباي في الاستوديو، قال لا تنظروا الى ظواهر الحديث والتصريحات الناريه، هذا في العلن للاعلام، ربما الكلام في الداخل في السر يكون شيء اخر. لكن هل تعتقد انه لو صح كلام اوباما بانه يسعى الى الحوار، هل تعتقد ان بقيه الدول الغربيه تعاضد اوباما؟ اقول اذا صح كلام اوباما. يعني هناك اختلاف في المصالح كذلك بين الدول الغربية والولايات المتحدة. يعني نعلم جيدا أن بريطانيا مثلا تباعدت مع الموقف الأمريكي بالنسبة لحضور قواتها العسكرية في العراق وكذلك أفغانستان، وهناك حتى عدم رضا أمريكي بالنسبة للمواقف البريطانية، حتى وبالخصوص من بعد إطلاق سراح المدان بالنسبة لعملية الانفجار الطائرة لاكيربي السيد عبد المقراحي. وهذا يعطي إشارة بأن الولايات المتحدة لديها بعض المصالح في المنطقة، هذه المصالح الآن أكثر تحت خطر وأبقى وتحت الضغط أكثر من الدول الغربية. يعني حتى نرى بالنسبة للحضور القوات الإضافية في أفغانستان، هناك اختلاف رؤية بين الدول الموجودة في حلف الأطلسي. هناك الدول الأوروبية لم تريد المزيد من الإرسال القوات العسكرية، ونرى بأن الولايات المتحدة تريد أن تكون هناك خطة بالنسبة لنجاحها. ولهذا أعتقد أن مما يجعل الشكوك أكثر والخطوط المتقابلة بين هؤلاء، أن الطرف الأوروبي يعلم جيدا إذا يكون هناك انفتاح بين الولايات المتحدة وإيران، مصالحهم الطويل المدى في المنطقة ستكون في موقع خطر. ولهذا الدول الموجودة في أوروبا وكذلك حتى روسيا والصين لديهم مصالح بعدم فتح المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وحتى يعني تحسين العلاقات بين هذه الدول، لأن هناك مصالح كثيرة اقتصادية وكذلك بالنسبة للطاقة لدى الدول الموجودة في أوروبا وروسيا. طيب اسمح لي من جديد
جديد أستاذ جول شريفي؟ كل بلد يلعب على مصالحه الخاصة. يعني قال الطريق الوحيد رفيف السودي والأستاذ الدكتور حميد حاج باباي قال الطريق الوحيد السبيل الوحيد هو الحوار، من خلال الحوار، لكن تحدثتم أيضا قلتم من خلال تبديد الشكوك. ما هو الطريق الوحيد لتبديد هذه الشكوك حتى تكون هناك حسن نوايا بشكل كامل؟ يعني كما أشرت سابقا أن الولايات المتحدة والدول الغربية يعلمون جيدا ما هو ماهية البرنامج النووي الإيراني، يعلمون جيدا بأن البرنامج النووي الإيراني هو سموات، كان هناك لديهم وثائق بأن البرنامج النووي الإيراني هو في إطار إنتاج قنبلة نووية أو غير سلميا، كانت الضغوط متواصلة وكانت هناك الآن بلبلة في العالم، وحتى الضغط الأكبر على وكالة الطاقة أو إرسال المفتشين على الأماكن التي يزعمون بأن نعم. هذه المراكز موجودة، ولكن هم بعلم واسع بأن إيران لم تكن لديها مشروع بالنسبة للطاقة النووية الغير سلمية، ولكن كما تحدثنا سابقا حول هذا الملف أن الملف النووي الإيراني لديه وجهين، وجه تقني وحقوقي. هذا الوجه التقني والحقوقي في إطار وكالة الطاقة، وكالة الطاقة لحد الآن تقول بأن برنامج الإيران السلمي ولن يكون هناك انحراف بالنسبة لتطوير برنامج غير سلمي، ولكن هناك ملفات عالقة بين إيران والولايات المتحدة والدول الغربية. هذه الملفات العالقة هي ملفات سياسية التي أعطت طابعا سياسيا للملف النووي الإيراني. يعني باعتقادي أن الولايات المتحدة والدول الغربية تستفيد من ورقة الملف النووي الإيراني للضغط على إيران للرجوع والتراجع عن مواقفها بالنسبة للملفات الأخرى، وبالأخص هي بالنسبة للرؤية الموجودة حول الشرق الأوسط. ولهذا أعتقد أن يكون هناك حلا بالنسبة للملفات السياسية العالقة بين إيران والولايات المتحدة والدول الغربية. الملف النووي الإيراني لن يكون هو مسألة على الطاولة، ولهذا أعتقد أن الإيرانيون كانوا أذكياء بطرح الملفات المختلفة غير الملف النووي في المفاوضات القادمة. طيب. لأن الطابع السلمي لبرنامج النووي هو معلوم ومعروف لدى جميع الدول المتشاركة في هذه المفاوضات. طيب سيد حميد، لو تسمح لي أعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور حاج باباي، ألا تعتقد أن دول المنطقة الآن تردد نفس الكلام الغربي من أن إيران تتجه إلى صناعة سلاح نووي؟ يعني ماذا بإمكان إيران أن تفعل من خلال سياستها العامة لتبديد هذه الشكوك؟ الآن يتحدثون يقولون الكرة في الملعب الإيراني، على إيران أن تبدد هذه الشكوك. البت طبعا أنا ما يحكى عنه يدخل في إطار إطلاق بالونات دعائية كما قلت. نعم. على حال هناك محاولات إعلامية يبرمج لها في العالم، وأن يعلن المسؤولون هذه الأقوال هذا ليس دليلا على أن الناس الشعوب تعتقد وتؤمن، سوف تؤمن بذلك، لأن الشعوب تعلم جيدا وتثق جيدا بإيران. وهناك بعض الحكومات في هذه المنطقة تعمل ب إيحاءات أو بإملاءات الولايات المتحدة حتى ليس بإمكانها أن تنطق بكلام واحد، ونحن لا نشعر بقلق من هذه الحكومات وبهذه الدول، لأننا عندما نتفاوض مع الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين ونتبادل رسائل من بعيد، وأن هذه الحكومات بعضها عمينة لهذه الدول وسوف تغير مواقفها، لذلك لا نرى هناك حاجة لتوظيف رسامين وجود حتى نحن نحاول أن نجفف الفساد من ينابيع. على أي حال إذا كانت هذه الحكومات قد طرحت موضوعات، على أي حال لا يستند إلى أي دليل قانوني أو وجيه، خلال هذه الساعات 48 يروجون لأقاويل مختلفة، واللافت أنه في طوال هذه الفترة لم يعتمدوا حتى أساس منطق واحد. ولهذا أعتقد أن هذه الأزمة الجديدة قد خفت وإلى الزوال، ونحن مقبلون على التفاوض الصين و لكن وأنت تذكر روسيا والصين دكتور حاجي باباي، يعني روسيا والصين أعربت عن قلقها أيضا، يعني هل هذا انصاعت للضغوط الغربية أم لها مواقف أخرى معينة؟ طبعا هذا شيء متعارف عليه، وعلى حال أنهم يجب
أن يقولوا ذلك، ولكنهم إلى جانب ذلك يطرحون مواقفهم الخاصة. على حال هناك عندما ينفجر بالون يخلف صوتا وضجيجا، على حال أن كل من يسمع ذلك الصوت لابد أن يكون له بعد رد فعل ما سلبية أو إيجابية. بالتأكيد نحن يجب ألا نقول مقابل هذا التحرك أن أول موقف للروس أو للصين يجب أن يكون موقفا.